أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هل يعني هذا أن الملائكة يشفعون لأحد ثم قد لا تقبل شفاعتهم فيه؟ هم لا يتقدمون بالشفاعة يا أخي، ما هم سيئين أدب، ما يتقدمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم، ما يتقدمون إلا بعد أن يأذن الله لهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم.